السبت الأسود هو من الأيام السوداء التي مرت على البحرين عامة وعلى بني جمرة خاصة. تفاجأنا من الفجر أو منتصف الليل بأن الطارق يطرق الباب. فتفاجأت أنا والوالد رحمة الله عليه الأستاذ عمران حسين، كل واحد يقول للثاني ربما اعتقال، ربما يكون اعتقال منتصف الليل. تعودنا القوات بأنها تقتحم المنازل منتصف الليل. تفاجأنا بأن هناك مدنيين مقنعين بالسواد يأمروننا بإخلاء المنزل خلال 10 دقائق لا أكثر ولا أقل. 10 دقائق لا أكثر ولا أقل، اخلوا المنزل الآن. شنو السبب؟ لتتكلمون عن السبب. شلون نخلي المنزل؟ قال بأي شيء تطلعون الآن، احملوا ملابسكم، احملوا الأشياء الضرورية واطلعوا من البيت. نترك البيت على أي أساس؟ قال لا حد يناقش بعد الآن. إما أن تخلوا المنزل وإلا قتلناكم. ما قال احتقلناكم، قتلناكم. عندنا أمر بالقتل، عندنا أمر بالإبادة. طلعنا على عجالة وعلى ربكة وعلى اندهاش وعلى انزعاج، الأطفال نائمين، النساء نائمات، وإذا نطلع نشيل الأغراض الضرورية نطلع من البيت، شنو صاير؟ شنو القضية؟ وإذا السواد الأعظم موجود هناك، القوات المكافحة الشغب والكمندوز والقوات الخاصة قد غطت الأرض. ما أبالغ لو قلت إبرة تفلتها بالأرض تطيح على رأس قوات من قوات الشغب أو قوات الكمندوز. وطلعنا بالسيارة 15 لاري سليرو، هذه يطلع يرجع إلى الخلف على أساس إحنا نطلع. 15 سيارة مدججة كلها بقوات المكافحة وقوات الكمندوز. وصلنا إلى القرية، القرية على أشراف العبادة قريب الفجر، صاحت المكبرات. الوالد رحمة الله عليه بعد الأذان نادى في مكبرات الصوت: إن كان لكم شيخ تقتدون به فإنه إما أن اعتقل أو قتل. وطلعت بني جمرة عن بكرة أبيها وأخذت هذه القرية تموج، تريد تسمع الخبر عن الشيخ الجمري، تريد تسمع الخبر عن هذا الشيخ الذي ضحى نفسه ومهجته في سبيل هذا الشعب. لكن كانت عندهم الأوامر اللي سمعناها احنا بأنه لو تشوفون بزونة بالشارع، قطو تشوفونه بالشارع قتلوه، هذا الأمر الموجود. وطلعت الناس غير مبالية بالقتل، غير مبالية بالسجن. شعارها واحد: وهو هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. بالفعل نسمع أمن الدولة، هيهات من الذلة، طاغر يوم قلة، هيهات من الذلة. خرجت القرية عن بكرة أبيها، نظمت صفوفها في خروج مسيرة عارمة، عارمة تلك المسيرة. أخذت خروجها من مسجد الإمام علي إلى أن وصلت إلى منزل الشهيدة زهراء. قوات مكافحة الشغب حاصرتهم من كل اتجاه، من كل اتجاه. صار بيهم الفلول، تجمعوا الشباب، تفللوا الشباب، مجموعة راحت يمين، مجموعة راحت يسار، ومجموعة بائسة لا تدري ما حاك لها القدر اتجهت نحو السدرة، ظنها انها تريد فرار. الشباب يريدون يفرون، رصاص حي كان يطلق، شوزن الرصاص المحرم دوليا كان يطلق. واذا يتفاجؤون بكتيبتين موجودين باسفل السدرة يعاجلونهم بالرصاص الشوزن وبالرصاص الحي، يترامون ما بين يسرة وشملة، يمين ويسار يترامون. جرحى، الجريح جريح، واللي تخضب بدمه تخضب بدمه.
يجي ليهم ذاك انا ابين لك شلون المشهد. يقف على رأس الشهيد محمد جعفر قد اصيب برصاصة مطاطية في اسفل رجله. يقول له استسلم وهو ملقى على الارض. يقول له استسلم. فيقول هيهات من الذلة انا ما استسلم. يقول له ما تستسلم. يفرغ به 7 رصاصات بالرأس. يرديه قتيلا. شهيد محمد علي يوجه له ضربة او 3 طلقات اسفل السرة تدميه تؤدي الى وفاته. 40-38 جريح كلهم سقطوا على الارض. الشهيد الحي محمد صادق العرب يجي له واحد من قوات النظام يقول له ارفع ايدك. يقول انا ما ارفعها. قال استسلم. قال ما استسلم. رمى عليه 2 طلقة من الشوزن الرصاص المحرم دوليا في رجليه. تنفجر في رجليه من مسافة جدا قريبة. تبتر رجله. ويبقى هذا النداء من ذاك اليوم الى هذا اليوم. ما وفى حق الشهداء. ما حد عوض عوائل الشهداء. وما حد عوض عوائل الجرحى. وما حد عوض عن العوائل اللي خافت ونامت على قلق. 2 أسبوع مر على بني جمرة. 2 أسبوع من الحصار. 2 أسبوع من الرعب. 2 أسبوع من الخوف والقلق. وما حد عوض. هذه المسيرة تستمر العام والعام السابق والسنة القادمة الى ان يوفى لهذا الشعب المظلوم حقه. وسيبقى نداؤنا عاليا ان هيهات من الذلة. 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 بل يسمع امن